اللحظة إلى تارودانت وتحديدا بجماعة تفراوتن التي اختتمت بها الدورة الخامسة للملتقى الوطني والدولي السنوي لمدرسة تمسلت الخاصة بالتعليم العتيق. هذه التظاهرة الدينية المنظمة تحت شعار افعلوا الخير خدمة للدين وللوطن عرفت حضور آلاف الزوار وحفظت القرآن الكريم ومريدي الزوايا الصوفية. ياسر العمراني وياسر المعزي. تميزت الدورة الخامسة للملتقى الوطني والدولي السنوي لمدرسة تمسولت الخاصة للتعليم العتيق بختم 5000 سلكة قرآنية شرع طالبات وطلبة مدرسة تمسولت ودار الفقيه في قراءتها منذ شهر رمضان المنصرم إلى حدود شهر رمضان لعام 1444 هجرية وفق توزيع محكم ومنضبط. هذا الملتقى شهد استقبال آلاف الزوار وحفظة القرآن الكريم ومريدي الزوايا الصوفية الذين حضروا لهذا الحدث الديني الكبير. فلو أردنا أن نجمل أسباب ودوافع وتطلعات هذا الملتقى الرباني المبارك في جملة واحدة جامعة مانعة لكانت هي العبارة حب الوطن، ولهذا حرصنا على جميع الدورات السابقة أن يكون شعار جميع دوراته مقتبسا من ومضة قرآنية مباركة محفزة تعقبها عبارة خدمة الدين والوطن. كما تضمن برنامج الملتقى تكريم بعض فقهاء المدارس العتيقة وحافظات القرآن الكريم وجوائز للحضور. اليوم تكرمنا حفظ القرآن الكريم الحمد لله والشكر لله. وتعد مدرسة تمسولت نموذجا لمدارس التعليم العتيق بالمغرب. هي مدرسة نموذجية للتعليم العتيق فيما يتعلق بالجمع ما بين ما يحرص عليه المغاربة من حفظ كتاب الله العزيز وتحفيظه للأولاد والبنات وبين الأخذ ببرنامج التعليم العتيق بما فيه من مواد علمية تهيئ لمختلف أطوار التعليم إلى البكالوريا. هذا الملتقى ميزته أنشطة متنوعة كأمسية دينية لطالبات وطلبة مؤسستي تمسولت ودار فقيها الخاصتين للتعليم العتيق إلى جانب وصلات من المديح والسماع.